عمليا هل البون كارتي خلينا نقول اللي جايبهم معك شو هن هودي؟ هودي بفرجوك يعني اذا بدنا نطلع على فينيقيا القديمه كيف كانت اليوم، يعني شو هي اليوم. بتشوف انه اليوم بلبنان عندنا الجي 2 يلي هي الفينيقيه اكبر نسبه، يعني ايش بتشكل 28%. 28% فينيقيين، يعني فينيقيين او اذا بدنا يعني الفينيقيين بينتموا لهالشقفه هي. اوكي صفرة لحدا هلا الصفرة حضرتك هيدي الكادو اذا بتشوف كثير قليل يعني اثيوبيا يعني انه هلا اثيوب بس هودي اجوا من اجوا دغري من شوي تحتك يعني عندك يعني جنوب اثيوبيا جنوب اثيوبيا لحد منا الزرقاء هلا الزرقاء هون هيدي ال هيدي انا وكثير نحن عندنا كونسنتراسيون بالشمال ليه؟ ال ما بعرف ليش يعني هودي يعني هو كلهم هودي فينا نعرف دراسات اكيد يعني بدها شغل بدها شغل طويل يعني نعم. بس هودي كتير كتير حلوين نعرفهم عن تاريخنا لانه تتعرف ليش اجوا تركزوا بهالمناطق ليش اجوا تركزوا بمناطق اخرى صح طيب لحد منا الزهر هلا خليني بس اخذك على مثلا اكبر شقفه ثانيه اللي هي الجي 1 الجي 1 هن يلي طلع عنا اثنين من البلاتو هون هن اوروبيين لا هن العرب يعني هن شبه الجزيره العربيه وباقي المشرق يعني كمان الشعب يلي كان عايش هون من 18 ألف سنة يعني فينا نقول إنه عرب وفينيقيين سوا عاشوا سوا هلا اللي انتلقوا لبرا سميناهم فينيقيين لأنه قدرنا عرفناهم منين يعني تزامنا صار لهم 10,000 سنة سوا أوكي الخضرة الخضرة أوروبية هن هلا فينا نقول اوروبيه بعدين في اثار للعثمانيين يعني معقول يكونوا داخلين بقلب هالخضره نعم والخضره الثانيه الكبيره هن الاوروبيه يلي لقينا انه بدراسه عملناها من 4-5 اشهر لقينا انه اثار الصليبيه الموجوده بالبلد نحكي وضع رودي قبل شوي صح الزرقاء هيدي الكبيره هيدي كثير مهمه هيدي الواحد كمان هابلو جروب بنسميه او الاي بيتواجدوا بكثره بافريقيا الشماليه ومنعتقد انه انتقلوا من افريقيا الشماليه الى الشرق الاوسط بهالاتجاه هيدا تقريبا من 10,000 سنة وقت تغيرت إذا بدك تغيرت الكليما المناخ تغير نعم. طلعوا من أفريقيا واستوطنوا بهالمنطقة تقريبا 10,000 سنة أو 8,000 سنة وجاي الصورة الثانية تحت